السلام عليكم ورحمة الله، أنا علي عبد الفتاح ودي كبسولة صح. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن مقاومة الأنسولين واللي أتمنى إن أنت تكون سمعتها. لو ما كنتش سمعتها وقف الفيديو دلوقتي وارجع اسمعها، لأن مهم جدا إن أنت تكون سمعتها عشان تفهم هنتكلم النهاردة على إيه. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على طرق علاج مقاومة الأنسولين سواء عن طريق الأكل أو بعض الأدوية. فيلا بينا على كبسولة صح عشان نفهم كل الحاجات دي مع بعض. يلا بينا. اهلا بيكم. خلينا افكرك بحاجه، لما قلنا مقاومه الانسولين هي عباره عن ايه، وقلنا ادينا عليها مثل ان الخليه والانسولين زعلانين مع بعض، ما بقاش في بينهم وفاق. فخلينا اطبقها لك على مثل حي في حياتنا اللي هي اليوميه اللي احنا كلنا بنعيشها. لو انت زعلان مع مراتك شويه او انت زعلانه مع جوزك شويه، هل امكانيه ان انتوا بتصلحوا اول يوم تاني يوم، ولا ممكن لو بعدتوا شويه عن بعض يعني بيبقى الموضوع فيه اشتياق شوية، ان انا مشتاق للشخص ده ايا كان، صاحبي، مراتي، جوزي، ايا كان. بالظبط ده اللي احنا عايزين نطبقه مع بين الخلية وبين الانسولين. احنا عايزينهم يوحشوا بعض شوية، فالخلية تشتاق للانسولين. ليه؟ لان الراجل ده اللي كان بيجيب لها السكر بمنتهى السهولة، اللي هي بتحبه اصلا وكانت بتتغذى عليه بس كانت زهقت منه. طيب خلينا اقربها لك شوية. تخيل انت عايش كل يوم بتاكل لحمة وفراخ، كل يوم بتاكل لحمه وفراخ، لحمه وفراخ، بيجي عليك وقت وبتزهق فعلا وبتبقى مشتاق ان انت مثلا ممكن تاكل حته بتنجان مثلا او طعميه او فول او اي حاجه من الحاجات البسيطه جدا. بالظبط ده اللي الخليه بتحسه تجاه السكر اللي عمال كل شويه يجي مع الانسولين ويدخل لها، زهقت منه. طيب ما انا ممكن احرمها شويه من السكر ده فترجع تشتاق ليه، فمجرد ما يجي الانسولين يقول لها انا معايا سكر تقول له اهلا وسهلا وترحب بيه تاني. طيب ده يحصل ازاي؟ هيحصل عن طريق كذا حاجة. اول حاجة ان انا اعمل حاجة اسمها الصيام المتقطع. يعني ايه صيام متقطع؟ هديلك عنه فكرة وان شاء الله هنعمل له فيديو خاص. صيام المتقطع معنا حضرتك ان انا اقعد اكتر من 16 ساعة ما بدخلش جسمي سكريات خالص او اي حاجة ممكن تتحول لسكريات. بمعنى برضو ان انا مسموح لي ان انا اشرب مشروبات سخنة بكل انواعها، شاي، قهوة، ينسون، نعناع، ايا كان، بس طبعا بدون سكر. حلو. وما باكلش اي حاجه ممكن تدخل جسمي سكر. ده باختصار الصيام المتقطع. طيب ليه احنا بنعمله 16 ساعه؟ طب ما انت ممكن تقول لي مثلا صوم 8 ساعات 9 ساعات. حضرتك هو 16 ساعه لان جسمك بيفضل فتره من بدايه الصيام ده معتمد على الجلايكوجين اللي متخزن في الكبد. بعد الفتره دي او بعد الجلايكوجين ده ما بيخلص بيبدا جسمك يسحب من الدهون اللي متخزنه في منطقه البطن، يبدا يحرق منها. طيب انا ما انا ممكن استغل الحته دي واشتغل سمارت شويه، اشتغل بذكاء بقى. ان انا اعمل ايه؟ ان انا بدل ما اخلي جسمي في الحاله العاديه بيستهلك الجلايكوجين ده كله في 12 ساعه، طب ما انا لو بذلت مجهود كتير شويه وانا صايم هخلي ال 12 ساعه اللي جسمي معتمد فيهم على السكر او السكر اللي بيجيبه من الكبد او من العضلات، لا ده انا هخليهم بس 6 ساعات، فبدل ما كان هيقعد يحرق 4 ساعات، لا ده انا هخليه يحرق اكتر واكتر واكتر. طيب الصيام المتقطع ملوش وقت محدد باختصار، يعني هو بيبدا من 16 ساعه مفتوح لحد ما تقدر تتحمل. كل ما بتطول فيه شويه بدون ما يسبب لك مشاكل صحيه، طول ما انت بتطول فيه شويه كل ما جسمك بيحاول ان هو يستهلك كل السكر اللي فيه، سواء سكر في الدم او جلايكوجين متخزن على الكبد او على العضلات. وبالمناسبه ده هيخلص بعض الناس اللي عندهم مشكله مع الكبد الدهني، بيخلص جسمك من المشكله دي مع الوقت. ده أول حاجة. الحاجة التانية احنا قلنا برضو ان انا لازم اعمل تمارين رياضية، صح؟ فالتمارين مع الصيام هتديني نتيجة افضل واحسن بكتير جدا. ليه؟ لان انت بتجبر جسمك ان هو ما يدخلش في مرحلة الثبات ان هو يمنع الحرق، فبالتالي انت عارف انت لما تبقى جعان شوية تحس بايه؟ خمول، ارهاق. ده جسمك حضرتك هو السوفت وير بتاعه او السيستم بتاعه بيحاول يقاوم حاله الجوع اللي انت دخلته فيه، بس عشان تجبره ان هو يطلع من حاله التقشف لازم اعمل مجهود زياده شويه، فيبدا جسمي ان هو يديني ايه؟ يبدا يدور على مصادر الطاقه البديله، فيبدا يحرق الدهون اللي في البطن، فابدا ان انا اخس. يبقى احنا كده اتكلمنا على التمارين الرياضيه واتكلمنا على الصيام المتقطع. طيب انا بقى الوقت اللي انا هكون باكل فيه وضعه ايه؟ هل هاكل بقى ما لذ وطاب وارجع اكل سكريات تاني وارجع اكل خبز تاني وارجع اكل؟ لا، انا عايز بقى الحاجه اللي انا كلها
يكون التكسير بتاعها صعب شوية. فاكرين الحلقة اللي فاتت؟ برضو هرجع واقول لك لو ما اتفرجتش على الحلقة اللي فاتت مهم جدا توقف الفيديو دلوقتي وترجع تتفرج عليها تاني عشان تفهم انا بتكلم في ايه. انا عايز اكل بقى اللي هي الكربوهيدرات المعقدة، بمعنى الكربوهيدرات احنا قلنا اللي هي السلسلة اللي تبقى مربوطة بكذا رابط، فبالتالي تاخد وقت طويل جدا عشان تطلع السكر اللي فيها. فبرضو ما خليش جسمي او اجبر جسمي ان هو يخزن دهون. ليه؟ لان السكر اللي هيطلع جسمي هيحرقه، وبالتالي لا هيدخل ان هو يخزن جلايكوجين على الكبد ولا هيدخل ان هو يخزن دهون في منطقه البطن. في بعض العناصر او بعض المواد طبعا في دراسات عليها بتثبت ان هي بتساعد ان هي تقلل من مقاومه الانسولين، زي مثلا الكروميوم. الكروميوم من الحاجات الكويسه جدا اللي بيقلل من مقاومه الانسولين. طيب عندنا الزنك من الحاجات الكويسه اللي بتقلل من مقاومه الانسولين. طيب في بعض الادويه بس دي طبعا لا توصف الا بوصف الطبيب، زي مثلا الميتفورمين، ده من الادويه الكويسه اللي ممكن تقلل معاك مقاومه الانسولين. بس خلينا نتكلم ان الاساس كله من التغذيه. فهمت ان التغذيه هي الركن الاساسي الذي يعتمد عليه علشان اعكس مقاومه الانسولين. تخيل انت عارف وزنك لو نزل 10% من الوزن اللي موجود دلوقتي، يعني لو قلنا شخص وزنه 100 كيلو نزل 10 كيلو مثلا في خلال 3 شهور، هنقول ان مقاومه الانسولين بتخف عنده بدرجه كبيره جدا. فانا كده جنبته ايه؟ انا جنبته مرض السكر، جنبته الكوليسترول والدهون الثلاثيه اللي مرتفعه في الدم. لو واحده ست انا جنبتها تكيس المبايض اللي هو مشترك بشكل رئيسي واساسي مع مقاومه الانسولين. جنبت الشخص لو هو متضايق من شكل رقبته ومن شكل العلامات اللي بتظهر عنده في الرقبه دي جنبتها له، بدات الاماكن دي لونها يرجع تاني للون الطبيعي. طيب انا عشان اعالج مقاومه الانسولين مش معناه حضرتك ان هي ممكن ما ترجعش تاني، ممكن ترجع تاني وان عدتم عدنا. يعني انت لو رجعت لنظامك الغذائي البايظ تاني هي هترجع معاك تاني، لان في جزء منها بيكون وراثي شويه. طب هل ان هو وراثي انا استسلم ليه واسيبه ياكل فيا؟ لا طبعا. يبقى احنا كده لازم نظبط نظامنا الغذائي. وبكده ان شاء الله نكون وصلنا لنهايه الحلقه النهارده. اوعدكم ان شاء الله بحلقات جايه هتكون مميزه جدا جدا جدا. اتمنى ان انتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ولو الفيديو عجبك ارجوك ابعته لاي حد تاني ممكن يستفيد بيه. اشكركم واشوفكم ان شاء الله على خير، ودمتم بصحه وعافيه. سلام عليكم.